الكابتن برضه حسام بالاضافه لده يعني قدامه تحدي تاني، فكره برضك ان هو الجمهور النادي الاهلي يعني لسه حتى الان بيتكلم ان هو لعبته ترجع له بعد الماتش الاول. هل ممكن الكابتن حسام يعني فكر بالناحيه الجماهيريه برضه؟ خلينا كلنا نتكلم بالمنطق، يعني انضمام شلبي كان تاكيد لانه الكابتن حسام حسن برضه يعني نظر للتوازنات، ودليل ان تصريح الكابتن عبد الواحد السيد قال احنا لما نضم اللاعب بتاعنا قلنا لهم يا جماعه ده لعيب غير جاهز وغير مصاب، ومع ذلك المنتخب ضمه. فهل كابتن حسام يبدا الحته دي ان هو مثلا فكر ان هو بعد الهجوم اللي اتعرض ليه والانتقاد ازاي ما فيش ولا لاعب غير حارس مرمى في الزمالك النهارده، ممكن هو بعد الماتش الاول جمهور النادي الاهلي يقول لك لا انا محتاج لعيبتي كنت استفاد منهم ماتش سيمبا مش ماتش سهل، وزي ما احنا كلنا عارفين حتى التذاكر كلها نفذت بتاعه المباراه وهم بينظروا على ان ماتش النادي الاهلي ده يعني ماتش بالنسبه لهم حياه او موت، وبيقول لك ان الاوان او حان الوقت لن ننتصر على النادي الاهلي خلاص، يعني بالنسبه لهم ده مش مجرد ماتش يعني. لا هو برضو اللي مسهل الموضوع او النادي الاهلي برضو مش قارص في الحتة دي، يعني برضو النادي الاهلي مهدي الامور ان حاسس ان حسام ممكن يديله 3-4 لعيبة ما فيش مشكلة، لانه خد بالك النادي الاهلي لو مش عاجبه الامور كان الامور دي اتصعدت اكتر من كده، بس انا شايف ان في تفاهم بين حسام والنادي الاهلي في الحته دي، وحسام مش من النوعيه اللي بيجي بالحته دي، مش عشان الناس قالت له لا ما خدتش حد من الزمالك فيروح يجيب، لا هو مقتنع بناس معينه في الزمالك. هو مصاب رغم انه جهاز الفني انا دي اتكلمنا فيها امبارح وانا دي انا ما اعرفش ازاي ما فيش ما بين ابراهيم حسن وعبد الواحد السيد، طب الولد ده مصاب لا مش مصاب طب بلاش طب ممكن اخد حد تاني رمضان صبحي مثلا او اي حد. عبد الواحد قال ان هم وصلوا المعلومه دي للمنتخب. هي دي بس النقطه. الكابتن حسام سؤالك انا فوجئت باصابه اللاعب، فالكابتن عبد الواحد طلع ورد قال احنا مبلغينهم، يعني هي الحاجات دي بتبقى اداريه اكتر، ولكن انا بقول لك ان حسام مش بيجي بالحته دي، يعني مش عشان تضغط عليه كذا لا مش نوعيه حسام، انا عارف حسام. حسام هيبتدي مش يوازن الامور، هيبتدي يفكر للصالح. الكابتن جوهر يا كابتن دايما انا اشبه معلش بالحته دي، الكابتن جوهر يا كابتن كان عارف يلم الناس كلها ازاي معاه، اهلي وزمالك واعلام وصحفيين وجماهير فاعتقد ان حسام ممكن يعمل الحته دي هينفعه جامد قوي. يعني ما يخبطش في الناس من بدري بدري، يعني الكابتن جوري كان ذكي في الحته دي، والكابتن حسن، بس الكابتن حسن كانت الناس من حواليه ده رباني، يعني الكابتن حسن انا عارف ان هو مش من نوعيه اللي يروح يلم صحفيين او جماهير، ما فيش تواصل جامد يعني. بس في ناس الصراحه تقوم بالدور ده، كان الكابتن احمد سليمان كان والكابتن شوقي غريب بصراحه كانوا بيقوموا بالدور ده كويس. عروب يعني انت برضه عارف قديم قديم انت برضه.